للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الإمام النسائي وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله نعيش سويا بحول الله ومدده مع موضوع جليل عظيم كبير ما أحوج الأمة إليه الآن في زمن كثر فيه المحن والمصائب والابتلاء ألا وهو الصبر نعم وسوف أحكم بهذا الموضوع مع حضراتكم بالعناصر المحددة الآتية أولا حقيقة الصبر ومراتبه ثانيا منزلة الصبر في القرآن والسنة ثالثا مع الصابرين وأخيرا كيف تحقق الصبر فأعني قلبك وسمعك جيدا حبيب الله لأن هذا الموضوع من الخطورة والأهمية لمكان أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين وأن يرزقنا الصبر وأن يكفلنا وإياكم به إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله أولا حقيقة الصبر ونمرته ما هو الصبر؟ الصبر باللغة هو الحث والمنع فهو حث اللسان عن الشكوى وحث النفس عن الجزع وحث الجوارح عن المعاصي اكرر الصبر هو الحث والمنع فهو حث اللسان عن الشكوى وحث النفس عن الجزع وحث الجوارح عن المعاصي والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على المأمور أي صبر على الطاعة وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية وصبر على المقدور أي على ما قدره الله تبارك وتعالى عليه من المحن والمصائب والابتلاءات فأقسام الصبر صبر على المأمور وهو الصبر على الطاعة وهذا أدل أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله جل وعلا وأولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أعظم الناس صبرا على الطاعة من أجل ذلك
أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال الله سبحانه لنبينا: صبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاداني وليا فقد آذنته بالحق، وما تضرر الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. هذا هو الصبر على الله، التقرب الى الله جل وعلا. اسمع: ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمع والذي يسمع به، وبصر والذي يبصر به، ويد والذي يبطش بها، ورجل والذي يمشي بها، ولئن سالني لاعطين، ولئن سعدني لاعيدن. فالدرجة الأولى والعالية من درجات الصبر أن تصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا. القسم الثاني صبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وهو صبر المحبين لرب العالمين. فالعبد المحب لله يصبر عن المعصية إجلالا لسيده ومولاه، لأنه لا يحب أن يراه على معصية. قيل لحاتم الأطرم: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يمكنه غيري فاستغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. فالمعصية حريم لله شؤوم في الدنيا والآخرة. روى الإمام الحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما راهت الفاحشة في قومي حتى أعلم بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا الفطر من السماء، فلولا البهائم لم ينصروا، ولا نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا سوء المعصية في الدنيا. المعصية سبب الهلاك أيضا في الآخرة. اسمع إلى قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالصبر عن المعاصي هو صبر المحبين الذين يعرفون جلال الله وقدر الله، فإن زلت أقدامهم في بؤرة معصية وانتفت المعصية ثيابهم سرعان ما جذبوا ثيابهم وطهروها بدموع التوبة والأوبة والندم. فلقد ذكر الله المتقين في قرآنه وذكر من صفاته أنهم ربما يقعون في الفاحشة، لكن الفارق بين التقي وبين التقي أن التقي إن زل في المعصية ذكر الرب العلي فاستغفر الله وتاب إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقعوا بالفاحشة ماذا فعلوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل يوجد أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ فالصبر عن المعصية من أجل درجات الصبر. القسم الثالث صبر على المقدور، أي صبر على ما قضاه الله وقدره ربك عليك من المحن والمصائب والبلايا، وهو صبر الصديقين. فالصبر على البلاء هو الذي يبين حب العبد لربه ويبين حقيقة رضا العبد عن ربه جل وعلا. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمانك إلا به، كما في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه أن جبريل سأل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال المصطفى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالمؤمن يعلم أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإن صبر على البلاء رفع الله عز وجل مكانته حتى ولو ازدكى إلى الله. والتقوى نوعان: تقوى من الله وتقوى من الله. التقوى من الله تلاف الصبر، أما التقوى إلى الله لا تلاف الصبر. تذكر معي، فلقد ذكر الله يعقوب عليه السلام وذكر قولته الجليلة حينما فقد ابنه يوسف، قال يعقوب: فصبر جليل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد اشتكى يعقوب الى الله جل وعلا، فقال الله حكاية عنه: انما اشكو بثي وحزني الى الله. واثنى الله على ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال الله بحقه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد اشتكى أيوب إلى ربه العزيز الوهاب، قال تعالى:
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالصبر الجميل على البلاء هو الصبر الذي لا سهو معه، الصبر الذي لا هلع فيه ولا سهو فيه من الخالق إلى المخلوقين. فاسكو حالك إلى الله لا حرج عليك، فإلى من تسكو إن لم تسكو إلى أرحم الراحمين. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قويك، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أسلمت يا رب، أسلمت يا رب وطالتني ذنوبي، ما لها من غافل إلاك. دنياي غرتني وعفو جسدي، ما حيلتي في هذه أوزاك. لو أن قلبي سكت لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما خلا وأطاك. رباه هذا ذاق اللص من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب سائح ناجاك. أترده وترد طالب توبتي، حاشاك ترقد دائما حاشاك. فليرضى عني الناس او فليسخطوا، فليرضى عني الناس او فليسخطوا، انا لم اعد اسعى لغير رضاك. ابدا الى الله، اسق حالك الى الله، اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي سيدك ومولاك، على ما تتكبر حبيبي في الله. ادعو الله، قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يصلون. هذه حقيقة الصبر لإيجاد السبيل. فما هي مراتب الصبر؟ قال أهل العلم: الصبر له ثلاث مراتب: صبر بالله، صبر لله، صبر مع الله. صبر بالله هذا هو المراد بقول الله لسيدنا رسول الله: واصبر وما صبرك إلا بالله. فأنت لا تستطيع أن تصبر إلا إذا استعنت بالله. فصبرك هو طلب العون والمدد منه سبحانه وتعالى، ولا صبرك إلا بالله. يعني لا يستطيع العبد أن يصبر إلا إذا وفقه الله لذلك. أما الصبر لله فهو الصبر الجميل. اصبر لله لا تجمل للناس ولا خوف منه، لا خوف من الناس، حتى لا يقول الناس جزع فلان، ولا تجمل للناس من اجل ان يقولوا صبر فلان. بل الصبر الجميل هو الصبر الذي تبتغي به وجه الله الجميل، هذا هو الصبر لله. أما الصبر مع الله فهو أن تصبر مع أحكام الله وشرعه، وأن تضر مع القرآن والسنة، وأن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، وأنت في غاية حب الله والرضا عن الله. هذه حقيقة الصبر ومراتبه لإيجاد السبيل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم للصبر، وأن يجعلنا من الصابرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فتعالوا بنا بعد هذا التعطيل الجميل للصف لغة وانطلاحا لنقف على اليسير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرف على منزلة الصف عند الله وعند رسوله. وهذا هو عنصرنا الثاني. ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ثانيا منزلة الصبر في القرآن والسنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو وحصنا لا يهدم وجنة لا يهدم. أكذب، إن الله قد جعل الصبر جوادا لا يكبو وحصنا لا يهدم وجنة لا يهدم. ولقد بين الله مكانة الصابرين عنده. تذكر معي، فقال الله سبحانه في سورة آل عمران: والله يحب الصابرين. أخي، هل فكرت في الآية؟ اسمع لي أن أكرره عليك. والله يحب الصابرين. هل فكرت كيف يكون حالك لو علمت أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت الآن أن ثلوي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يحبك؟ ثم كيف يكون حالك لو علمت أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يحبك؟ ثم هل فكرت كيف يكون حالك لو علمت أن الصديق أبي بكر أول الخلفاء الراشدين من العشرة الممثلين بالجنة، أول من أسلم من الرجال، أول من سمع كتاب الله يحبه؟ كيف يقول حالك؟ ثم كيف يقول حالك لو أخبرتك أن خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين يحبك؟ كيف يقول حالك؟ فهل فكرت كيف يقول حالك لو علمت أن ملك الملوك يحبك؟ نعم والله، والله يحب الصابرين. أيها الصابر، أنت محبوب من الله، أنت قريب من الله، الله يحبك يا من صبرت على الطاعة، الله يحبك يا من صبرت عن المعصية وأنت تبتليها، الله يحبك يا من صبرت عن المحن والمصائب والابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين. وبشر الصابرين، من الصابرون؟ الصابرون بنص القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. علموا أنهم ملك لله، علموا أنهم عبيد لله، علموا أنهم ملك لله وعبيد لله، وأن الملك يتصرف في ملكه كيف شاء. فصبروا وقالوا إنا لله ملك له سبحانه
لله وإنا إليه راجعون. انظر حبيب الله إلى فضل الله عليهم وكرامة الله لهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ثناء إلى الله عليهم. قال سعيد بن جبير أي أمنة لهم من الأعداء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يرحمك أيها الصابر. ورب الكعبة سيذيقك ربك بغض الرحمة يا من صرفت ابتغاء مرضات الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هداية من الله ورحمة من الله وثناء من الله لمن صبر لوجه الله، لمن صبر على الطاعة، لمن صبر على المعصية، لمن صبر على النحل والمصائب والفتن والابتلاءات وما أكثر، فما أكثر النحل التي تتنزل الآن على رؤوس المسلمين في الداخل والخارج على السواء. اصبر حبيبي في الله، فعاقبة الصبر خير في الدنيا والآخرة. بل لا تنال الإمامة في الدين إلا إذا زودت الصبر باليقين وتحليت بهما. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالابتلاء بالشر هو مناط الصبر، والابتلاء بالخير هو مناط الصبر. ثم بين الله مكانة الصابر فقال الله: واصبروا إن الله مع الصابرين. المعية هنا هي المعية الخاصة، معية الحفظ والتأييد والنصر. واصبروا إن الله مع الصابرين. الصابر يحبه الله، الصابر معه الله إن كان الله يحبه. فعلى أي شيء تحصل، مصيبة في المال، مصيبة في الأولاد، مصيبة في الزرع والنصر، ما قيمة هذه المصيبة إن وقفت على عظم الجفاء وفضل الثواب إن كان الله يحبك. قال الله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم بين الله أن أجر الصابر لا يعلمه إلا الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل ستعلم إذ أخبرتك أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: لقد ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فعند أي مواضع يقف وبأي الآيات نذكر؟ وإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخطب تخير فإن من آلة أجدها تطلب علي في هذا المقام، أجدها من أخطب تحير. فعند أي آيات الصبر يتحدث وبأي آيات الصبر نذكر؟ ولكن اسمع بعد هذه الآيات ما قاله حبيب رب الأرض والسماوات وهو يبين لنا مكانة الصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله: عجل بأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته الله شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الله صبر فكان خيرا له. فالمؤمن
في الضراء والضراء على أن صبر في الضراء والاستجر في الضراء. واسمع ما قاله الحبيب رب الأرض والسماء كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وكذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أي غم هذا؟ حتى الشوكة يطهرك الله بها، حتى الهم والغم، حتى الوجع صداعا في راسك، هم في صدرك، حزن في قلبك، أذى تعرضت له في بلدك وعرضك أو امرأتك أو ولدك، يكفر الله عز وجل بهذا البلاء كله مضيات. تذكروا أيها الأفاضل حتى لا يقوم أحد في حق سيد الجنود، فإن الله لا يغني على أحد ولا يظلم ربك أحد، فإذا وقع بك ما تحبه فاحمد الله على ذلك، وإذا وقع بك ما تكفره فاحمد الله على ذلك أيضا. واصبر فإن الله عنده حسن الثواب. يا من تريد بأي صورة من صور البلاء فصبرت وأنت في غاية حب الله والرضا عن الله، اسمع بقول رسول الله كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث سهل بن أبي وقاص قال: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء أحب الخلق إلى الله، هم أشد الناس بلاء. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رفقا اضطري على حسب دينه، حتى قال المصطفى: فما يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فالبلاء يطهرك والمحن والمصائب ينفعك الله بها ان صبرت على هذا البلاء. فالصبر ضياء، الصبر نور، الصبر ضياء يضيء لك طريق الحق. والاحاديث في هذا الباب ايضا كثيره حتى لا اطيل على حضراتكم، سنكمل الحديث في هذا الموضوع ان قدر الله لنا البقاء واللقاء في لقاء اخر. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصابرين. اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على الحق يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل نصف امننا هذا بقاء وقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدى لشرعك ان يعود واهدى لشرعك ان يسود. هذا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. اللهم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.